الأخوة الأعزاء متابعين سنابلة في الصاعق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم في برنامج نجوم الرجز، وفي الحلقة الثانية ضيفنا الشاعر فهد الندوي. حياك الله يا أبو سعد. الله يبقيك ويغريك ويا مرحبا بك أنت ومرحبا بلايف الصاعقة. الله يبقيك. هذا اللايف المتميز المتواجد في جميع الحفلات. الله يسلمك. بدون صراحة عنصر لقبيلة أو لشاعر معين أو لفئة معينة، ويا مرحبا. الله يسلمك وبارك فيك. طيب يا أبو سعد، نبدأ في أول الحلقة ونسألك سؤال. تفضل. متى كانت بدايتك في شعر رجز؟ والله البداية كانت عام 1420 تقريبا، وبالتحديد في حفل عند ربنا القرح. وقتها كان في رجز استقبال ورجز موادعة. الآن الموادعة اندثر أو شبه نادرة. فجهزت لي رجزه، وطبيعة ترى الشاعر المبتدئ لازم يخزن ومن الكلام هذا. وكانت عند قبيلة القرح. حينها كان في رجز استقبال ورجز موادعة. الموادعة الآن اندثرت تقريبا أو نادرة تقريبا أو نادرا زي ما تفضلت. فلا بد أن أذكر الرجزة ولا اكتفي بالتالي. والله يا ليت تقولها مع اللحن. أبشر. لكن والله أنا ما حافظ منها إلا البيت الأول. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 إحنا حزبنا بعدك أمنا وجوب اللي عزمنا عسى خلفنا زينا يا أهل النوب جاد الله عليكم. وقتها حتى من ربع أثنى وكذا وأعطاني معنوية، وتعرف الشاعر المبتدئ يحتاج من كان طبعا. معك يا أبو سعد فلا شعراء ندويين في ذاك الوقت؟ والله يا أخوي الشاعر صفر بن طيان رحمة الله عليه، الله يرحمه، شاعر صفاق شيمع بن سالي ما شاء الله، شاعر عنيبير. فأنا يعني انتهزت الفرصة، يعني ما كان يمكن يعطوني حتى مجال أو ما يدروا أني عندي يعني شعر ولا شيء. من يوم الربعة شكر وجاد الله عليكم أنا أنقز على المقرفون. من كان في المقابل بين شعراء قرح من هذيل؟ والله ناسي، لكن جميع الشعراء الظاهر فيه عبيد الله كان، فيه عبد الله القارحي، جميع شعراء القرح الله ما يذكرني، لكن الغالبية متواجدين. تمام. طيب يا أبو سعد، وش كان انطباع القبيلة والجمهور بعد الرجز في الحفلة هذه؟ والله كان انطباع ممتاز وعطني معنوية وكلمات تشجيعية وتحفيزية. تعرف احنا سارين الشيبان والمهتمين بالرجز، بيض الله وجهك رجزة طيبة ومن الكلام هذا. هذاك الليل يمكن من الفرح ما نمت، وافتكر الشاعر هويشم من بكرة الحفلة اتصل علي اتصال واعطاني معنوية رجزة بيض وجهك واستمر. وبشام قدوتنا صراحة في الشعر وغيره، الله يوفقه. صراحة يعني تعرف المبتدئ يحتاج معنوية، ترى المعنوية للشاعر تعتبر هاجس مستقل. المعنوية للشاعر المبتدئ والله تعتبر هاجس، أنا أعتبرها هاجس مستقل، معنوية وتحفيزية من الكلام هذا. مع أني كنت ماخذ الرجز في بداية كتسلية، لا طموح ولا عندي هدف، ممكن بعضها قوافي كذا بس على قول أجمعها وأقولها. ما كان هناك يعني هدف لي ولا طموح، موروث أحبه وحب المشاركة فيه وتسلية، إلا في شعار حينها وإلينا الوقت الحاضر يمكن أفضل مني في القبيلة وأقوى مني، ولكن الرجز موروث يعني صراحة نحبه من قلوبنا. كفو كفو يا أبو سعد. طيب يا أبو سعد، عندي لك سؤال. تفضل. ليش ما تحب الظهور إعلاميا في جروبات والسنابات أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؟ دائم توجه لك رسائل من بعض الإعلاميين، ما نشوفك علاقة معك، إيش الأسباب؟ والله يا أخي بالذات شوف الجروبات الجماعية، أنا أتكلم الشعرية، خلي يعني قبول الجروبات عادية وشيء يجي فيها مآخذ ويجي فيها أمور. يعني أنا ما أحب ترى أنا أقول في الجروبات هذه وفي السنابات، لأن يمكن تجي منك كلمة عفوية، وتعرف الكلمة في الجروب أو الشعر له يعني سلبي والإيجابي يمكن، واللقاءات هذه يعني عليها مآخذ شوية. فأنا الحفلات
عنده شرواك من راجيل والله نحضر صوك الطيب بعضهم نوجب عليهم عند القريب وعند البعيد لكن الجروبات والسنابات هذه والله يعني مبتعد عنها لأمور شخصية يعني ما أحب الاصطدام وتعرف الناس في الجروبات في واحد يتحمل واحد ما يتحمل يمكن يجي بيت عفوي ويحللون على 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 قول على شيء ثاني وكذا لا خليك أحضر معهم في الحفلات أوقف معهم شعريا ولا توقف على قول بدون حتى لو تجي حفلة عند شرواك مو لازم تقول شعر أحضر واجب على وقف معه وافزع معه لكن الجروبات هذه والاختلاطات هذه يعني صراحة المهاترات والمهاترات هذه يعني والله ما أرى الواحد يبعد أحسن والله الأفضل أن أبعد عنه. أحسنت أحسنت. طيب يا أبو سعد سؤال من الجمهور ما هو الفرق في الرجز في الماضي والحاضر؟ في الماضي والحاضر نبدأ في الماضي أولا. هذا الأخ يبغى يكبرني أنا ترى صغير ما أنا للماضي لكن أنا أتكلم عن الشيء اللي عايشته. عايشت نعم. كنت أحضر الحفلات على عمري 12 سنة حواليها في الديار طبعا نفسي أني أشوف الشاعر ويرجز من أمنياتي كانت في دارة مقفلة والله ما تشوف الشاعر ولا يمكن حتى ما تسمع الشاعر إيش يقول بعدين تجينا في الكاسيت بدون ميكروفونات بدون ميكروفونات بدون شيء وتعشير ولا تسمع الشاعر إيش يقول دارة ضيقة ويمكن على قولهم الضيوف وأهل الحلة متقابلين يعني في دارة واحدة اليوم يعني أتت الصوتيات وتطور الرجز صار الرجز يعني مطلب جماهيري في أي حفلة بالذات عند ربعنا هذيل اليمن وعند قريش والجحاد إلى وثقيف جميع قبائل جميع قبائل الرجز متواجد عندهم وحتى في قبائل الآن صاروا متابعين عندهم مثلا قبيلة سليم نعم صح. أغلب حفلات وسبب الصوتيات والأجهزة مع أنه كان في الماضي يمكن له إقبال وشعبية أكبر ولكن الرجز الآن يعني برضه له مكانة شعرية في أي محفل وأي حفلة بالذات زي ما تفضلت عند قبائل الرجز معروف قبائل الرجز بدون أذكرهم له نصيب الأسد تمام. طيب يا أبو سعد أنت تقول انتشر رجز أنا أقول انتشر مرئيا بس كيف انتشر فعليا القبائل اللي ما هي حولنا هذيل وحولنا قريش والجحاد نعم قصدك اللي خارج مثلا السليم عندك جهينة والقبائل خارج بيئة الرجز أيوه نعم والله الفضل لله ثم للشاعر الراحل عمر الخالدي والجميع ما ينكر هذا الكلام عمر الخالدي اتجه للرجز في الأواني الأخيرة غيرة عليه على هذا الموروث الشعبي صراحة فطوره تطوير مشهود له نقله نقلة نوعية من المحلية للعالمية صراحة وجميع المتابعين اللي يشاهد هذا اللقاء يوافقنا الرأي أولا زي ما تفضلت أولا كانت فيه دارة مغلقة صار استقبال الضيف له مايك ولا راعي الحلة له مايك يعني متباعدين تقريبا 20 متر 15 متر وأدخل عليه الأفكار الجديدة أدخل عليها الألحان الجديدة يعني أفكار المحاورة وضحها على أفكار الرجز صار مطلب وحتى شعراء المحاورة من خارج قبيلة قبائل الرجز اتجهوا للرجز هذا والفضل لله ثم للشاعر عمر الخالدي يعني شارك في الرجز شعراء كبار في المحاورة الشاعر محمد السناني شاعر ملف المورقي شاعر مصرح بن عياد صقر سليم صقر سليم إلى الآن صقر سليم أبو تركي ونمسي عليه بالخير لا زال يمارس هذا الفن الشاعر بن طمحي محمد السناني كثير شعراء كثير عبد الله بن سنان العتيبي الشاعر ناصر المري برضه الشاعر عايض المشعلي القحطاني هذا الشعراء اللي خارج بيئة الرجز وهذا ندل على شيء إنما يدل على انتشار الرجز وزي ما تفضلت الفضل للشاعر عمر الخالدي الله يرحمه ويسكن الجنة الله يرحمه وللمعلومية الشاعر عمر له فضل ترى قبل الرجز
خلينا نخرج عن إطار الرجل. تفضل. على المحاورة. كيف الجميع ما ينكر ذلك. كيف ذلك؟ عمر أدخل الموال على المحاورة صارت بوابة للجميع. أدخل الموال على المحاورة؟ نعم. نعم صحيح. ترى كان في عصره يعني المحاورة محصورة على شعراء معينين في طاحلة صعب الاختراق. يعني ما تقبل أي شاعر. فذكاء من عمر بتعاون مع الشاعر بكر الحضرمي الله يرحمهم جميعا أتوا بالموال واخترقوا هذا الحصار وصاروا يعني متواجدين في جميع الحفلات. وبعد الموال أتوا ترى شعار الآن فطاحل المتواجدين في هذا كله بفضل الله من فضل هذا الموال. أنا ما أقول الكلام هذا والله عنصري ولا شيء ولكن الجميع يوافقني الكلام هذا كلام واقعي ما فيها. الله يرحمه ويرحم من صار إلى مصير. الله. طيب يا أبو سعد، سؤال وصلني الآن من الجمهور في الخاص يسأل: هل ساحة الرجز افتقدت الشاعر الراحل عمر الخالدي الهذلي؟ سؤال غريب جدا، كيف ما فقدنا عمر الخالدي؟ عمر الخالدي فقدته الساحة الشعرية ككل. ولكن الحديث عن الرجز نعم والله له فراغ كبير جدا. عمر الخالدي يختلف عن بقية الشعراء بالمفردة، بترابط النص الشعري، باختيار الكلمات والمعلومات. عمر الخالدي يمكن يجيك باسمه منطقة في الرجز ما تعرفها أو معلومة. عمر الخالدي ترى لا يقرأ ولا يكتب لكن عنده ثقافة جامعية. أنا عايشت عمر الخالدي يمكن أكثر من 20 سنة. إنسان ذكي بمعنى الكلمة. يختلف ترى يعني باحترامي مع الشعار، في شعراء يمكن في المعنى مثل عمر أو أقل من عمر في المعنى، لكن اختيار المفردة وتناسقها مع بعضها البعض لن يتكرر عمر الخالدي. وأضف إلى ذلك إدخال أمسيات الرجز في الحفلات أسوة بالمحاورة. صارت يعني تقام أمسيات الرجز في الحفلات. من المعروف من أول كان الرجز مقلاط ووداع يعني بعد العشاء. يعني أول أمسية كانت مع الشاعر عمر الخالدي. نعم أول صاحب فكر هو، وصارت يعني رسمية مثل شعار المحاورة. مع من كان؟ من كان قدام عمر أول أمسية كانت؟ أيوة والله إذا ما خاب الظن تقريبا مع الشاعر أبو غيث عبيد الله القارحي. فعلا مع عبيد الله القارحي. وكانت بدايتها محلية على حفلات هذيل، بالذات حفلات الخلد وربعان الطلوع عموم. فانتشرت انتشار قوي وأبدع وإبداع قوي جدا. أدخلوا حتى الشجر، الشجر أدخلوا في الرجز. نعم. والقوافي ترى الشاعر عبيد الله مبدع. عبيد الله هو دخل الشجر. مبدع ولا الآن هو يحب أسلوب الشجر. أه. وللمعلومة ترى الشجر يعني يساعدك على تقليل القوافي. يمكن قافي واحدة تكفيك 4 قوافي والقافيتين. صراحة أبو غيث مبدع في اللون هذا سواء في الرجز ولا في العرضة. فالحديث عن عمر الخالدي عن الرجز، هو أول من أدخل الأمسية أمسية الرجز في الحفلات من جميع القبائل. يجيب يعني يمكن يجيب جحدري، يجيب شريف، يجيب من ثقيف، من سفيان، من جميع، ويكون هو عنصر أساسي في هذه الأمسية. نعم. لأنه يبدأ فيها إبداع منقطع النظير صراحة. في هناك برضو شعراء يعني شاركوا في الأمسيات وأبدعوا، مثل الشاعر هويشم الندوي، شاعر حامد القارحي يعني قبل اتجاه المحاورة، شاعر معيوف الله يشفيه أبو محيسين، الشاعر عتيق، شعراء جحادلة يعني على سبيل المثال على كل أحد يزعل علي أذكر الأسماء. وجميعهم أبدعوا، ولكن احنا تكلمنا كأول بداية أمسية كانت بينا من كل أحد يزعل علي أذكر الأسماء. وجميعهم أبدعوا، ولكن احنا تكلمنا كأول بداية أمسية كانت بينا من بين عمر الخالدي وعبيد الله. معروف هذا موجود في اليوتيوب. وعمر الخالدي والله يبغى له حلقة لوحده. ما يكفي هذا الحديث والثناء على عمر الله يرحمه ويسكن الجنة. عمر ترى ظاهرة شعرية نادرة جدا سواء في المحاورة أو في الرجز، وبالذات في الرجز اجتهد اجتهاد من قلبه وأبدع إبداع قوي جدا جدا. الله يرحمه. طيب يا أبو سعد، سؤال من الجمهور: ماذا يعجبك في شعر الرجز؟
الله يعين الليلة على الجمهور. الأسئلة الآن لا بأس بها. والله يا أخوي يعجبني الشيء الجميل سواء في الرجز ولا غيره. في الرجز والله يا أخي الرجز السامي بعيد عن المهاترات، بعيد عن مس القبائل، بعيد عن يعني التجريح، معنى يكون في معنى هادف، قضية شيء يعني نقاش أو حوار شعري يعني بكل أدب، معنى مستقل عن مستقل عن تجريح قبيلة أو شتم قبيلة أو شتم الشاعر نفسه. وصراحة طيب الشاعر اللي ما يحط معنى مستقل خص القبيلة أو إسال الشاعر هذا تحسب عليه، يمثل نفسه صراحة. والمفروض أن إذا جاتك رجزة من شاعر مس قبيلتك أو شيء ترد عليه نفسه هو الشاعر. نعم. لأنه وراء قبيلة، وراها عيان، وراها شيوخ، تقدير القبيلة اللي وراها عواني بينك وبينهم يمكن الشيء الكثير. لا تخسرهم علشان غلطة شاعر، لا تجاوب ذا الرجزة، ولكن رد عليه رد شافي كافي على نفس الشاعر. والآن ترى الشعراء متفقهين والأمور هذه يعني كانت في بداية الرجز صح؟ نعم كان صحيح. في أمور تجاوزات، الآن الناس تفاهموا، والشعراء يمكن بعض الشعراء يروح مع بعض أكثر من عيال العم، بينهم مواجيب وبينهم جلسات. طيب يا أبو سعد سؤال آخر من الجمهور، ما هي عناصر شاعر الرجز الناجح؟ والله يا أخي أولا لابد أن يمتلك الشاعر سعة صدر. سعة الصدر هذه مطلوبة. أنا أرى بعض الحفلات في شعار ينفعلوه إذا جات رجز هناك ولا كذا، ينفعلوا وتحسوا كذا مرتبك وحسوا زعلان، يعني يمكن يطلع منه رجز يمكن غير لايك. سعة الصدر هذه مطلوبة، بالإضافة إلى الذكاء، سرعة البديهة، التريض، يعني ما كل كلمة تطرى عليك تقولها، ويمكن هذه من العناصر المهمة. طيب يا أبو سعد سؤال من اللايف، ما رأيك في المقالب والتمريرات في شعر الرجز؟ يا سلام، هذا السؤال وجيه صراحة. والله يا أخوي التمريرات هو ما تسمى المقالب الشعرية، تراها كانت موجودة في المحاورة قبل الرجز، وفي الأواني الأخيرة الآن أرى بعض الشعراء استخدمها استخدام بشكل كبير، ويعني يمكن أنا أسميها الآن صارت من أغراض الشعر. ولكن تمريرة في حفلة في رجزة واحدة تكون يعني زي ما أقول مغطاة غير واضحة، ما فيها تجريح، ما فيها يعني نزول، تمرير يعني حلو ترى، يعني أنا من عشاق الشيء هذا، وأحب أن تكون فيها يعني بس مهط يعني كل الحفلة تمريرات ومقالب، بالذات المقالب النازلة يعني ما لها داعي، يعني مفيدة الرجز، يعني تكون يعني صراحة في ناس يعشقونها، ولكن تمريرها تكون يعني بشكل مغطى يعني ما يفهمها إلا الشاعر وقلة من الجمهور. لكن أجيب لك بيت سواء نازل أو يعني تمريرها عادية واضحة الكل يعرفها، هذه ما تمريرة، مع أن هناك شعراء يعني معروف عنهم التمريرات والمقالب. الشاعر يمكن اللي يقول السلام عليكم قال هذا رجزت فيها وفيها، ولكن هذا التمريرات تكون يعني المفروض بشكل يعني قليل، يعني في الرجزة في الحفلة يعني أو في الرجزة مرة واحدة، في الحفلة مرة واحدة تكفي، يعني مو كل رجزة لازم تسوي فيها تمريرة. المقالب وهي ترى نفس المسمى، التمريرات والمقالب نفسها نفس المسمى. طيب وسعد سؤال من الجمهور وصل الآن تعقيبا على الحوار السابق، يسأل يقول ما هي اللحوم اللي ادخلها عمر الخالدي على شعر الرجز؟ يا سلام، أنا كان في بالي بحر، أنا سميته البحر القشموعي. البحر القشموعي. البحر القشموعي هو كان لحن مثولث، عمر الخالد زاد عليه قافية صار مروبع، والآن مستعمل استعمال قوي. أعطينا اللحن هذا. اللحن معروف، مع أنه يعني الوزنية واحد، ولكن بعد عمر في شعار بعد عمر جابوا الحان عليه كثير، بس الوزنية
وزنية البحر جابها عمر الخالدي معروفة يعني لدى الجميع. سمعنا اللحن هذا. اللحن هذا كثير الألحان لكن على سبيل المثال. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. حتى القوافي تطورت تطور فيها الشعر عمر الخالدي. مثلا المروبعة معروفة الثلاث القوافي على نفس الحرف والأخيرة على حرف آخر هذه معروفة يعني المعتادة في شعر الرجز قديما. عمر إيش سوى؟ عمر جاب القافية الأولى مثلا والثانية سوى في قافية ساقطة والقافية الرابعة مع الأولى. برضو الشعر فيش من ندوي تراك جاب قافيتين اللي في النص كان من دثرة قديما كان قالها واحد من جماعة قديم ولا أحد يعني اتبع القافية هذه يمكن ما يقارب 80 سنة أو أكثر. طور في القوافي تركيبة القوافي يمكن المتابعين يفهمون الكلام هذا إيش أقصد أنا. برضو المرابعة كان القافية الأولى لحال والثلاثة القوافي الثاني لحال هذه من إبداعات عمر وتركيبة عمر الله يرحم عمر ويسكن الجنة. طيب يا أبو سعد سؤال من اللايف ما رأيك في ظاهرة المشادات بين الشعراء في الرجز؟ المشادات الشعرية إذا كانت في حدود الأدب ما فيها شيء. وترى يعني بعض الناس يشوفون شعاري بينهم بعض الأحيان تجاوزات أو أخذ وعطبي يعني جافة شوية ويحسبونها يعني من مصدر عداوة أو شيء أو أنها واقعية. أي واقعية هي كلها حدها المايك ما لها أي آثار جانبية أخرى. زي ما تفضلت في بداية اللقاء الشعار يعني أغلبهم مع بعضهم ترى يروحون ويجون مع بعضهم وبعض الشعار عندهم استراحات مستقلة مع بعض من جميع القبائل. يعني أنا أتكلم يعني مثلا شاعر جحدري وشاعر هذلي شاعر من الأشراف وشاعر من الثقيف مع بعض 24 ساعة يعني ولا تقابلون بشكل أسبوعي. لا يفهم ذحين الجمهور يقولون لي البارح جاء كلام بين فلان من الناس وفلان وجاب لهم كلام قوي ومدري كيف. ترى كل حدها المايك. إيه حدها المايك. طيب المشادات هذه ليش؟ هذه يا أخويا إبداع يعني إثبات وجود أو يعني إحياء الحفلة. إحياء الحفلة. يعني تبغوني أجي يعني أجيب كلام عادي لازم شوف المشادات والمعنى مثل الملح بالطعام لا تزوده ولا ترقصوا خله وسط. كلام سليم وكلام يعني ما في يعني بعض الناس ياخذها باثر رجعي شاعر فلان البارحه والله يا جاء بينهم كلام قوي وما ادري ايش سووا. والله بعض الشعار كلها يبغاها احياء للحفل واثبات الوجود وكسمعه ويعني لابد الشاعر انه يبدع هذه مهنته يا اخي. لكن تجي يجيب كلام عادي يعني ما للجمهور يعني استمتع ولا لا استمتع ولا في كلامه ملفت النظر مع العلم أن يكون في حدود الأدب أو مس بالقبيلة أو تجريح واضح يكون يعني نكت تمريرات زي ما تفضلت يعني غير مكشوفة معنى يعالجونه يطرقون له سواء على مستوى القبيلة أو يعني معنى ما فيه شتم لأحد والشعراء ترى أخوان. نعم صحيح. طيب يا أبو سعد سؤال من الجمهور لماذا يرفض الشاعر فهد الندوي التنسيق في شعر الرجز وخاصة الأمسيات؟ أولا خلينا نتكلم عن التنسيق قبل أجاوب على الرفض. نكون صادقين بعض التنسيق موجود ترى في جميع أنواع الشعر في المحاورة وفي العرضة. ليه يعني الناس متجهين شعراء الرجز ينسقون ومن الكلام هذا؟ أنا إن شاء الله جاوب جواب كافي وشافي. التنسيق هو على اسمه تنسيق يكون نص شعري منقح مترابط بعيد عن الحشو. أنت إذا أرجزت مثلا من نفس الحفلة
زي ما يقولون وليدة اللحظة. رجزك لا بد يجي فيها الطالع والنازل، سواء اختيار قوافي أو ردد، لكن إذا كان من بدري، مع أني أنا ما أرغب الشيء هذا، ما هو يعني تكبر ولا أني أقوى من الشعار اللي مارسوا هذا الطريقة. في شعار أقوى مني والله يردون من حاضر الماقف زي ما يقولون وينسبون، لكن أنا أرى بعض الأخوان إذا سئل عن التنسيق يتهرب من الإجابة وكأنه يعني مسوي جريمة. يخل الناس تفهموا، الناس عرفوا الشيء هذا عادي، يعني ما في يعني منكر ولا جريمة أنت مسوي، لكن ممكن له سلبيات ولو إيجابيات. أقول ممكن له سلبيات وطاقت على إيجابياته. ما أنا بتكلم في السلبيات ولا نبغى نفصل موضوع، لكن أنا أرفض. أنا يمكن شبه دعاية هذا إني أرفض ولا شيء. أولا أنا يعني مع احترامي نفسي في شعراء أقوى مني أمارس الشيء هذا، ولكن أنا يمكن ما أرغب الشيء هذا، يمكن ما يعني التجهيز من بدري هذا ترى يبغى له ناس مختصين. يعني هي الرغبة، الرفض في الرغبة. الرغبة أنا أقول لك على شيء، الرجز الأولى اللي تكون في المقلاط، من المعروف إنهم جاهزوا من بدري. أنا لو تلاحظ جميع الحفلات كل رجزي تكون الثانية أو الثالثة. أولا معاي شعراء أكبر مني وأخبر مني سن، أقدمهم يرجزون. والله يمكن بعض الناس ينتقدني في الشيء أو ما يصدق إن الرجزة الأولى تتعبني تعب. أنا قبل فترة يمكن أسبوعين رجزت عند أشراف البجيدي مع بعض الزملاء، ما في إلا أنا. والله الأولى جبتها زي ما تقول حربية مثونة، إنها أتعبتني. أنا رايح مع الطريق أجهزها، ولا أن يعني ما أرغبها وأكتفي في الشعار اللي معانا. أنا شعراء يعني فطاحلة من القبيلة أفضل مني، ولكن أنا رغبتي أحب أرد من الماقف على نفس الرجز اللي أمامي، وبالعكس رجزة إذا كان فيها معنى اللي أمامي يا أخي تشغل شعورك والحاجز عندك، ويعني حتى تجيب لك رد. شعراء الآن في شعراء مبدعين يجيب لك رجزة يجبرك أنك ترد فيها، وما يعني كلام أرفض ولا يعني منتقد التنسيق ولا شيء، هذه رغبات شخصية. يعني ما في انتقاد في التنسيق عندك، لكن اللهم الرغبة بس. والله أنا ما في انتقاد، يعني أقول لك انتقاد هو يمكن في سلبيات، يعني بالذات الشعراء المبتدئين إذا تعودوا التنسيق من بدري ممكن يتفاجأ يوم من الأيام يحضر ويطول الرجز، يعني يكون على أربع في المقلاط غير الأمسيات، يكون هو مع القبيلة لحاله، ممكن يتعب من الماقف يرد، حتى لو رد ممكن يتعب. أنا أقولها ترى اليوم أتكلم بكل وضوح، لا أحد يأخذ علي زعل، أنا أتكلم ترى بوضوح وبكل شفافية، ولا يعني والله ممكن أحمل يعني انتقاد أو حقد لأحد. شعراء زملاء وأخوان وشعراء زي ما تفضلت وأفضل مني وأقوى مني شعريا، أقولها في اللقاء هذا وفي غير اللقاء هذا. ولكن أنا أنصح بالذات الشعراء المبتدئين لا يمتهنوا هذا يعني الطريقة، لأنه بعض الأحيان يمكن أنت يا الشاعر تجي مع قبيلتك لحالك، وبعض المقاليط يطول الشعر الرجز فيها يمكن على 5 على 6 رجزات. إذا تعودت على التنسيق طيلة حياتك والله راح تتعب. تنسيق في أمسية لا بأس به، مقبول، مع أن بعض الشعراء تحدثت معهم يعني بدون ذكر أسماء يتعب فيه. يا أبو سعد يتعب في الردد. ردد إيش؟ الردد يعني المجارات الشعري اللي قبله من حضر ميقات، هي لأنه تعود على التنسيق وكذا. هي أنا ما يعني ما أعيبها، هي مو عيب شرعي ولا شعري ولا يكون فهد طلع في اللقاء وانتقد التنسيق ومن الكلام هذا. أنا يمكن يوم من الأيام أنسك، ولو عيب شرعي ولو جريب. تذكر سلبيات التنسيق بس لبعض الشعراء، سلبيات على بعض الشعراء. في شعراء يعني ما أبغى أذكر فلان وفلان، يستطيع ينسك ويستطيع أن يرجد من الماقف، مع العلم أن يمكن في اختلاف يعني ضعف في النص الشعري. تعرف أن التنسيق من بدري والبيت هذا لا والبيت هذا لا وكذا، لكن عيب شرعي أو أنه جريمة لا والله. التنسيق زي ما تفضلت موجود في المحارة وموجود في العرضة، يعني لا يأخذون الناس يعني
اذا احد سئل عن التنسيق يعني يحاول يتهرب ولا يقول لا ما ننسك. وهذا سبب رفضك لا التنسيق؟ والله انا شوف انا زي ما اقول لك يعني ممكن تكون نوع من الدعايه، انا يجي يمكن يوم من الايام انسق ما دام في شعراء افضل مني نسقوا، يعني من اكون انا حتى يعني اتكبر، ويمكن رغبه ما ارغب الشيء هذا اللي مو عيب يعني زي ما تفضلت شرعي ولا انه من عيوب الشاعر. انا اعرف لك شعراء يمكن ما يرغب الشيء هذا وهم يمارسون الشيء هذا لكن للماده، يمكن ارتباطهم بالماده مصالح مشتركه بين الشعراء، وبعضهم انا تكلمت معاه شخصيا بدون ذكر اسماء، قلت يا اخي انت شاعر متمكن تقدر ترد من الماقف تقدر كل شيء، والان حتى الامسيه تطورت ترى الان الصفوف رسميه زي المحاوره، يعني انت الشاعر ما تقدر زي ما تقول تلالي عشر لا تبني الرجزه او يعني تكرر البيت الاول عشر، في شعراء يمكن يقدر ابن الرجزة في ملالتين ولا ملالة واحدة، ولكنهم ليش يلجؤون للتنسيق؟ علشان يكون النص الشعري متناسق ومنقح واضح وواضح، يعني ما فيه زي ما تفضلت حشو وبيت يعني يمكن ما أبغى أقوله، يعني لو قلت البيت هذا من بدري، إلا في شعراء زي ما تفضلت ما يرغبون شيء هذا، يقول أنا ممكن أجي في الحفلة يكون في حدث حصل نفس الحفلة أو يوم الحفلة معنى جوهري نفسي اني اتطرق له، لكن ما اقدر معي شيء جاهز يعني صعب اني اغير فيه ودخل فيه كذا، ولكن اعيد واكرر التنسيق موجود في جميع انواع الشعر، لا يعني يتحسسون بعض الشعراء ولا اذا جاتهم اسئله حول التنسيق يتهربون ولا هو عيب، الرجال الاغلبيه من الشعار ينسق ويرد من الماقف وسلمني عليهم. طيب يا ابو سعد، سؤال من اللايف، وش رايك في تدافع والتزاحم بين شعراء القبيله على الميكروفون؟ يا سلام، والله هذا سؤال جوهري، والله يا اخوي انا اعتبرها ظاهره سلبيه لا ياخذ بعض الناس، معروف ان الشعراء يختلفون في المواهب وفي القدرات الشعريه، او انا اتكلم وشيء افصل على نفسي انا فهد الندوي، والله العظيم لو اقف على المايك جات سيرتي وقفت على المايك وفي رجزه جات من شاعر يعني القبيلة المقابلة ما عندي لها رد، والله أوخر قلت تعال برد يا فلان، لكن إن أقف برجز هوان معاي مخزنة أو إنها من الماقف وهي ما تثمن هذا نراها ما لها داعي. وسعيد الشنبري اللي رجز في الموضوع هذا يمكن تكفي عن الإجابة، يقول تقدموا بخياركم أحسنكم شعاركم اللي تدافع عنكم. يا أخويا الرد إذا ما رديت على الرجزة ترى تحسب عليك وعلى قبيلتك، حاول انك ترد اذا ما تستطيع وخر. وانا والله يمكن في الاسبوع هذا حضرت حفلتين والله ما ارجست، لان في شعار اراهم افضل مني او اني يمكن الرجز اللي قبلي ما لها ثمن عندي او ممكن ما حركت شعوري. مصلحة القبيلة اهم من مصلحة الشاعر. نعم كلام وجيه صح، مصلحة القبيلة اهم من مصلحة الشاعر. وفي شيء ثاني يمكن يكون خارج السؤال، بعض الناس اذا ارجز ونقصت عليه قافية أو قافيتين واحد أعطاه من زملاء شعار ما يأخذها كأنه استنقاص شعره، والله العظيم أخذها لو من الجمهور. يا أخي أنت يمكن غايب عليك فكرة أو بيت غايب عليك إذا أعطاك زميلك سواء من قبيلتك أو من يمكن على مستوى قبيلة ذيل، والله أخذ. والله أنا لو سويت قصيدة مثلا قصايد غير الرجز وبقى علي قافيتين أو بيتين أو ثلاث بيت والله استعين يمكن وبغيرك، ترى عادي انا ارى بعض الشعراء اذا نقص عليه قافيه واعطيته انا مثلا ولا احد من الزملاء ولا من مثلا من الجمهور اذا كان البيت يخدم الرجزه والله عادي. انا اتكلم عن نفسي والله اخذت قوافي يمكن من شعار ويمكن اخذت بيت عادي يعني ما استنقاص. بعض الشعراء انا اعرف لك يبدا في قصيده واذا بقي عليه بيتين او ثلاث بيت استعين يا اخي، الافكار مي واحده، انا يمكن في فكره غايبه عني تدلني عليها، ترى ما فيها شيء ما فيها شيء انا اقوله والمتفهمين يعرفون الشيء ان هذا ما في غلط. تمام. طيب يا ابو سعد، سؤال من الجمهور وصل الان في الخاص، يقول شعر الرجز يمتاز بالزعم والقوه وهذا الان لا يجيده الا حامد القارحي في وقتنا الحالي. نعم، هل شعر الرجز يفقد حامد القارحي بسبب توجهه الى شعر المحاره؟
والله حامد القاري اول شيء امسي عليه بالخير ابو صخر، ممثلنا في المحاوره خير تمثيل، واقول له على القوه يا ابو صخر، ضلع الحجاز ومنومس نعم افتقدناه، ولكن حامد اتجه للمحاوره وابدع فيها وليس متفرغ للرجز، يعني بلا بالعقل انه مثلا حفله عند القبيله عند هذيل ولا القبيله المجاوره، تكون اغلب الحفلات بالذات المقاليط تكون ما قف فزعه، يتركها يترك له حفله في الرياض ب10,000 ولا ب15 ولا ولو في مكه يعني بمبلغ يعني وقدر. حامد مبدع وشاعر معنوي سواء في المحاوره ولا في الرجز، ونتنومس بابو صخر، ولكن يعني ليس متفرغ للرجز، مع العلم ان في شعراء من جميع القبائل متميزين مبدعين وقائمين بالواجب على اكمل وجه، شعراء يمكن لا ينقصون شعريا عن حامد القارحي، متواجدين ومعروفين من جميع القبائل، لكن حامد القارحي الان ما هو متفرغ للرجز، متجه للمحاوره، والله يوفق ابو صخر ويسعده. طيب يا ابو سعد، سؤال من الجمهور وصل الان، يقول يجي مشاده بينك وبين الشاعر محمد رد الجحدري. ونعم وكرم ابو سعد، ما السر في هذه المشاده يا اخوي؟ السؤال هذا يتكرر لي حتى خارج اللقاء، ايش بينك وبين محمد؟ انت دائما في الحفلات تشادون في الرجز وكذا. يا اخي محمد اول شيء مسي عليه بالخير، شاعر من الشعراء المتميزين واخو وعاني، وجميع الزملاء لهم الاحترام والتقدير. المشادة هذه ترى لا يأخذونها يعني بأثر جانبي، والله العظيم إنها، أنا أتكلم عن نفسي، إنها حدها المايك، ما لها أي أثار جانبية، ويبقى محمد عزيز وجميع الشعراء أحترمهم، ولكن ما للقوة إلا القوة. حاول يعني محمد في خدمة الرجز، أيوة، شاعر أقوى مني، أنا أقولها الآن يمكن بعض الناس ما يعترف، محمد شاعر أقوى مني، ولكن إذا واجهته والله يعني ما أبغى يزد علي حتى 1% إلا كان عاد أغلب شعريا، ولكن محمد ولا غير محمد إذا نزلنا الميدان كلا يغترب بمغرافه ويبقى عزيز أبو سعد. كهو كهو. طيب يا أبو سعد، سؤال الآن من الجمهور وصف خاص، ما رأيك في الرد على القافية أو على الحرف في شعر الرجز؟ والله هذا شيء طيب، إذا استطاع الشاعر أن يرد على القافية ويعتبر اجتهاده من الشاعر، هذا يعني وأنا أعتبره أحسب للشاعر. ولكن في شيء ثاني، إذا ما استطعت يا الشاعر أن ترد على نفس القافية، ممكن تعلل بضيق الوقت، أو ممكن القافية المقابلة من الشاعر ما تخدمك في الرد أو فيها نوع من الصعوبة، لا تخرج عن نفس البحر أو اللحن معروف بين الناس، إذا كان مروبع من الأول رد على نفس اللحن. ما أجي أنا مثلا معي رجزة مروبعة أعطيتك رجزة مروبعة ثم أرد عليك بمثولثة أو ما يسمى بالمثونة أو بالحربية القصيرة، هذه وجهة نظري، بعض الناس يمكن يأيد الفكرة هذه وبعض الناس يقول لا هذا ما وجدنا عليها أباؤنا عاكفون. يا أخي الدنيا تطورت والأشياء تطورت والأمور كلها تطورت، أنا أرى إذا جبت لك رجزة مروبعة ورديت بمثولثة شذوذ شعري، إذا ما تستطيع ترد على القافية لا تخرج عن اللحن. والله طيب يا أبو سعد، في ختام هذا اللقاء أشكرك على حسن الاستقبال، بيض الله وجهك، أمتعتنا الصراحة وأضفت لنا الجديد في شعر الرجز، وهذا اللقاء الأول، وإن شاء الله في الأيام القادمة لنا لقاءات أخرى مع أسئلة وبرامج غير من كذا. شكرا لك يا أبو سعد، والله يوفقك. أول شيء الله يحييكم والمحل محلكم، وأنا أشكركم على هذا المقدم وعلى هذا الإطراء الجميل، وأشكر لايف الصاعقة صراحة أقولها بدون مجامل، أنا الله يسلمك، المعروف عني بعض الناس يقول أنت ما تجامل، الله يسلمك، وأنا يمكن أني صريح نوع ما بقول 100% نوعا ما. اللايف هذا أنا عرفته يمكن من قبل 5 سنوات، متواجد في جميع الحفلات سواء عند قبيلة قريش أو عند قبيلة ثقيف أو الجحادلة أو هذيل، لايف متواجد في جميع الحفلات بدون عنصر أو يعني تحيز، وهذا اللي ميزك، وعلى القوة
وأنا من الداعمين ومن الواقفين لهذا لايف، لأنه لايف نظيف من التشوهات القبلية. الله يسلمك، والله يسعدكم. شكرا. وسلمني على الجمهور، ويمكن بعض الإجابات إلا وافي وافي إن شاء الله على الأسئلة تكون فيها بعض التجاوزات ولا شيء. أنا والله أتكلم من كل رحابة صدر، ما الشعراء أو الجمهور كلهم هنا على العين والرأس. تسلم. شكرا. والمحل محلكم. تسلم، بيض الله وجهك.